السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هناخد درس جديد بعنوان ذكاء صبي. الاول، ما مضاد ذكاء؟ غباء، وجمع صبي صبيان وصبية. يلا بينا نقرأ الدرس مع بعض. دخل الحسن بن الفضل على أحد الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب الحسن أن يتكلم، فزجره الخليفة قائلا: يا غلام، تتكلم في هذا المقام؟ تعال الأول نعرف يعني إيه زجره. زجره يعني نهره. يا غلام، تتكلم في هذا المقام؟ ومفرد خلفاء خليفة، ومضاد العلم الجهل. على من دخل الحسن بن الفضل؟ على أحد الخلفاء. ماذا وجد عنده؟ كثير من أهل العلم. ماذا أراد الحسن بن الفضل أن يفعل؟ أراد أن يتكلم. ما موقف الخليفة؟ زجره، قال: يا غلام، تتكلم في هذا المقام؟ رد الصبي بذكاء وحكمة وقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت غلاما فلست بأصغر من هدهد سليمان، ولا أنت بأكبر من سليمان. حين قال له الهدهد: أحط بما لم تحط به. ثم: ألم ترى أن الله فهم الحكمة سليمان؟ ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى. زي ما قلنا من شوية، زجره نهره، أما المقام يعني المكانة والمنزلة. ماذا أراد الحسن بن الفضل أن يفعل؟ أراد أن يتكلم. موقف الخليفة منه؟ زجره وقال: يا غلام، تتكلم في هذا المقام؟ تعال نشوف القطعة الثانية من الدرس، أو الفقرة الثانية من الدرس. دي قصة تانية خالص. القصة الأولى عن الحسن بن الفضل، ده الصبي دخل على أحد الخلفاء. طب القصة الثانية جايب لي اسم الخليفة ومش جايب لي اسم الصبي. يلا نقرأ. ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز آتته الوفود، ومفرد وفود وفد، فإذا فيهم وفد الحجاز. فنظر عمر إلى غلام صغير السن وقد أراد أن يتكلم، فقال الخليفة: ليتكلم من هو أسن منك، فإنه أحق بالكلام. أفضت يعني انتهت. عندما انتهت إليه الخلافة اللي هو عمر بن عبد العزيز، جاءت الوفود من كل مكان، وكان فيهم وفد جاء من الحجاز، وكان في هذا الوفد صبي صغير أراد أن يتكلم. فكان رد فعل الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه قال له: يتكلم من هو أكبر منك سنا، فإنه أولى بالكلام. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، فإذا منح الله عبده لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد أجاد له الاختيار، ولو أن الأمور بالسن لكان هاهنا من هو أحق بمجلسك منك. فقال له عمر: صدقت، تكلم. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، إنا قدمنا عليك من بلدنا ونحمد الله الذي من علينا بك، ما قدمنا رغبة منا ولا رهبة منك، أما عدم الرغبة فقد آمنا بك في منازلنا، وأما عدم الرهبة فقد آمنا جورك بعدلك، فنحن وفد الشكر والسلام. معنى أفضت انتهت، أسن منك، أكبر منك سنا، جورك يعني ظلمك، وعكسها عدلك. لماذا أتت الوفود إلى عمر بن عبد العزيز؟ أتت الوفود
لتهنئته. ماذا أراد الغلام؟ أراد أن يتكلم. وما رد فعل الخليفة عمر؟ قال: ليتكلم من هو أسن منك. ما هما الأصغران؟ القلب واللسان. متى يستحق الإنسان الكلام؟ إذا منحه الله لسانا لافظا وقلبا حافظا. فقال عمر: عظني يا غلام. فقال: يا أمير المؤمنين، إنا أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم، فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتجل قدمك، وتكون من الذين قال الله فيهم: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فنظر عمر في سن الغلام فإذا له 12 سنة، فتعجب عمر من فصاحته وذكائه. ما معنى عزني؟ انصحني. غرهم، خدعهم. ثناء مدح وشكر، ومضادها ذم. ماذا طلب الخليفة من صبي الوفد؟ طلب منه أن ينصحه. بما نصحه الصبي؟ نصحه بألا ينخدع في حلم الله وثناء الناس. انتهى الدرس، ويا رب تكونوا استفدتوا. أشوفكم المرة الجاية.